بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في سلسلة موانع الحمل من الألف للياء. النهاردة هنتكلم في الحلقة الخامسة، هنتكلم النهاردة عن فاعلية موانع الحمل. لاحظتوا إن الحلقات اللي بنقولها دي هتنفع في فهم موانع الحمل بصفة عامة، وبتجاوب على العديد من الأسئلة، مش مجرد إن الحلقة دقيقتين. لا، ده هتفيدكوا جامد وهتعرفوا الكلام ده بعد كده. موانع الحمل في تقسيمة بنقول في موانع الحمل عند استخدامها بطريقة مثلى، وللأسف ده مش موجود في معظم الحالات زي ما هنعرف في الحلقة الجاية. وفي عند استخدامها بطريقة عملية اللي بيحصل في الطبيعة. فدايما موانع الحمل بيبقى متقال للحالة ان نسبة منعها للحمل كذا، ما بتلاقيش النسبة دي، بيحصل حمل في حالات كتير. ايه السبب ده؟ هنعرف، لان في حاجة غلط في الاستخدام، ما بنستخدمهاش بطريقة مثلى، هنعرف ايه الاسباب. لكن موانع الحمل ممكن تقسمها كمان الى 3 انواع. في انواع اكثر فاعلية ودي نسبتها يعني قرب 100%، زي حالات التعقيم زي ربط الأنابيب وما يقابلها في الرجالة، الموانع الحمل المزروعة تحت الجلد زي الكبسولات وحقن منع الحمل. أدي النوع الأول اللي هو الأكثر فاعلية. في موانع حمل فعالة زي رأس منع الحمل وزي حقن منع الحمل وزي اللوالي. في الأقل فاعلية زي الطرق الطبيعية والوسائل الموضعية والرضاعة. التقسيمة دي لما تبقى واضحة في ذهننا هنفهم حاجات كتير. وطبعا أنا في انتظار أسئلتكم، ونلتقي في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.